خلينا نفتح كتبنا المقدسة على سفر يونان، سفر يونان على صفحة 974، 900 الإصحاح الأول من العدد الأول، هقرأ الإصحاح بكامله. وصار قول الرب إلى يونان بن أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا، مثل بعض الناس بالاجتماع. فجاء إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما؟ قم أصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلنهلك. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا، فوقعت القرعة على يونان. فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا، ما هو عملك، من أين أتيت، ما هي أرضك، ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبراني، وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له: لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب، لأنه أخبرهم. فقالوا له: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ لأن البحر كان يزداد اضطرابا. فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسبب هذا النوع العظيم عليكم. ولكن الرجال جدفوا ليرجعوا السفينة إلى البر فلم يستطيعوا، لأن البحر كان يزداد اضطرابا عليهم. فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما، وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا. وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. مبارك اسم الرب، مباركة كلمته لنا في هذا المساء. القصة اللي قرأناها اليوم قصة معروفة للجميع، خصوصا أنه معظمنا حتى إن كنا من بغداد أصلنا من نينوى. قصة معروفة للجميع، بحيث أنه مجرد نذكر يونان نقول يونان في بطن الحوت. تعرفون رسالة اليوم موجهة إلى أشخاص، لربما أشخاص عايشين في أماكن الله مو راضي عليها. رسالة اليوم موجهة لأشخاص لربما عايشين في أماكن الله مو راضي عليها، لأشخاص عايشين في علاقات، بعض الأشخاص عايشين في علاقات لربما الله مو راضي عليها، أشخاص عايشين في خسارة، قل خسارة، في تعب، في فشل، في إرهاق، في ألم. رسالة اليوم موجهة إلى أشخاص لربما الله دي يكلمهم من أشهر، من سنوات، وهؤلاء الأشخاص عايشين في إرهاق وتعب فكري. وسبب كل هذا الإرهاق إنه صوت الله واضح إلهم، لكن هؤلاء الأشخاص دي يحاولون يتجنبون سماع صوت الله لحياتهم. دي يسمعون صوت واضح، صوت الضمير واضح، لكن دي يحاولون يتجنبون طاعة صوت الله لحياتهم. أيضا رسالة اليوم أيضا هي لأشخاص
لربما الله يدي يقدم لهم دعوة واضحة للخدمة، دعوة واضحة لمساعدة لمساندة الأشخاص المحتاجين، لكن هالأشخاص دي يتهربون من طاعة صوت الله لحياتهم. يعني رسالة لنوعين من الأشخاص، يعني إما بعيد عن الرب عايش حياته، يقيم علاقات لا ترضي الله، عايش في أماكن لا ترضي الله وصوت الله إله ارجع، أو مؤمن بس عايش يريد يعيش حياته ده يهرب من دعوة الله لحياته. فاليوم إذا شعرت أنه الرب ده يكلمك وانت ده تتهرب من طاعة لصوت الله، صمم اليوم، أقول لك صمم اليوم أنه ترجع لله، صمم اليوم أنه تعلن خضوعك لصوت وإرشادات الروح القدس. أمين. في العدد الأول يقول وصار قول الرب إلى يونان. كلنا نعرف معنى اسم يونان حمامة، والحمامة ترمز إلى سلام، وداعة، طهارة، طاعة، خضوع. كلمة يونان معناها حمامة. لما تقول حمامة تقول حمامة وديعة. فكلمة يونان تعني أنه هذا الشخص لازم، قل لازم، هذا الشخص على اسمه لازم يكون خاضع لمشيئة وقيادة الله لحياته. أمين؟ أنه اسمه يونان، هذا الشخص يونان لازم يخضع لمشيئة الله لحياته كنبي الله أقامه على شعبه. لكن نشوف أنه يونان في هذا الإصحاح شخص معاند، قل شخص معاند، شخص يتصرف عكس القصد الإلهي، عكس المشيئة الإلهية في حياته. وتعرفون نحن مرات كثيرة نكون مثل يونان. قصد الله أن نكون ناس أمناء، قصد الله أن نكون ناس مسالمين ودعاء، نخضع للمشيئة الإلهية، نخضع لصوت الله. لكن للأسف نحن مرات شو نسوي؟ نمشي ونعمل عكس المشيئة الإلهية، نمشي عكس صوت الله لحياتنا. لهذا اليوم صلاتي انه ان كان اكو اشخاص يمثلون يونان في وسطنا، ان كان اكو اشخاص يمثلون يونان في وسطنا، انه يتعلمون الخضوع للمشيئة الإلهية. اذا كان اكو اشخاص مثل يونان يقولون يا رب اليوم ماذا تريد من عندي ان افعل، انا مستعد كل الاستعداد انه اخضع لمشيئتك. امين. وصار قول الرب الى منه؟ الى يونان. لاحظوا الرب ده يأمر يونان روح كلم نينوى حتى يتوبوا حتى يرجعوا لي. تعرفون نينوى يقول عنها الكتاب قم اذهب الى نينوى المدينة، منو يكمل؟ العظيمة، يعني من زمنها عظيمة. لكن أيضا يقول عنها الكتاب أنها مدينة مليانة بالشر. في سفر نحوم يتكلم عن نينوى ويقول هاي الكلمات، كلمات تخوف، يقول ويل لمدينة الدماء، ويل لمدينة الدماء ملآن خطفا من زمان وكذبا. مدينة ممتلئة بالدماء، مدينة ممتلئة بالقتل من زمان، مدينة ممتلئة بالكذب. يعني مدينة شنو؟ مدينة صعبة، صعبة. أوكي؟ فيونان يقول كيف أنا رجل الله كيف أروح، يعني أروح مدينة صعبة من هذا النوع؟ صعب، يعني صعبة، خليني أروح الناس سهلين. تعرفون مرات اخوتي هذه هي مشكلتنا، عندنا نفس المشكله انه نحن مو قادرين نصل الى اشخاص من هذا النوع، نحن مو قادرين نصل الى اشخاص اصلم قتله، اصلم مجرمين، اصلم سراق، صح ولا لا؟ مشكلتنا هذه الايام انه نحن الكنيسه انغلقنا على انفسنا، وصلنا نشوف العالم انه العالم برا شرير. عالم برا شنو؟
وبعد خاطئ وماكو منه فائدة. وكأنه صرنا نقول خلي الشرير يبقى بشره، خلي المؤمن يعيش في قداسته. لكن يا أخوتي، نحن مدعوين مثل يونان، نحن مدعوين أن نروح إلى الناس أشرار ونكلمهم برسالة السماء. أمين. قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة، قم تكلم إلى بغداد المدينة العظيمة. من يقول أمين؟ أحبائي، الله يريد يستخدم رجال ونساء في هذه الكنيسة حتى ينادوا الناس في هذه المدينة حتى ترجع عن الشر والخطية. من يقول أمين؟ لكن للأسف معظمنا نقول آمين، لكن للأسف في أغلب الأوقات نحن نكون مثل يونان، متمردين، غير خاضعين، وهاربين. متمردين، غير خاضعين، وهاربين من وجه الرب. في عدد 3 يقول: فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب. لاحظوا، يونان بدل ما يروح إلى نينوى يذهب وين؟ يذهب إلى إسبانيا، يهرب من وجه الرب. وكم مرة نحن عملنا مثل يونان؟ كم مرة؟ صح ولا لا؟ كم مرة الرب قال لك تكلم ويا هذا صاحب التاكسي، وانت تكلم إلى أبوك، تكلم إلى أمك، تكلم إلى عمك، تكلم إلى خالك؟ لا، خاف انصد. فنزل إلى وين؟ إلى يافا. يونان كان عايش في أورشليم مدينة الله، لكنه يهرب. وين يروح؟ يروح إلى يافا، وهناك في يافا يجد سفينة متجهة إلى ترشيش. شوف سفينة رايحة ترشيش، يركب بها. يونان الرب يدعوه أنه يروح إلى نينوى، لكنه يذهب وين؟ ترشيش. يعني واحد الرب يدعونه روح إلى إيران، روح إلى أفغانستان، هو وين يروح؟ إلى إسبانيا، إلى أمريكا. واحد الرب يدعونه يروح للسعودية، وين يروح؟ فنلندا، يقول حارة السعودية، خلينا نروح إلى بلجيكا. مرات كثيرة نحن نعمل هالشكل، لو ما نعمل الرب يقلنا روح شرق، روح غرب، روح شمال، روح جنوب. لاحظوا، يونان الرب يدعونه روح إلى نينوى، عاصمة الإمبراطورية الأشورية، عاصمة إمبراطورية، كانت عاصمة إمبراطورية. دعوة، يعني الله يدعو يونان دعوة عظيمة جدا جدا. تعرفون مرات كثيرة الرب يدعونا دعوة عظيمة مثل يونان، لكن مرات كثيرة نحن نرفض. صح ولا لا؟ مرات كثيرة الرب يدعونا أن نطيعه، نحن مرات كثيرة نرفض. لاحظوا، الشخص الغير خاضع لمشيئة الله يكون عادة مشوش. الشخص الغير خاضع لمشيئة الله ما عنده هدف. يونان كان يعني ما كان ناوي يروح ترشيش، بس هرب من وجه الرب، شاف سفينة رايحة ترشيش، قال يلا خليني أصعد بها. شخص ما عنده هدف، قول شخص ما عنده هدف، شخص فاقد الاستقرار، شخص فاقد القدرة على اتخاذ قرار صح. ليش؟ لأنه مبتعد وهربان من وجه الله. تعرفون رسالة اليوم هي النوعين من الأشخاص. رسالة لأشخاص عايشين في العالم، عايشين في بعد عن الله، لكنهم موجودين في وسطنا اليوم. أريد أؤكد، موجودين في وسطنا اليوم، عايشين في العالم، عايشين في بعد عن الله، وحالتهم موصوفة. الحالة هسه رح نيجي عليها موصوفة في هذا الإصحاح. وثانيا، الرسالة هي لخدام الله يدعوهم للخدمة العملية وإلى طاعة صوت الله وهم متمردين. تعرفون يونان رفض أن يسمع صوت الله. قل يونان رفض أن يسمع صوت الله.
قل يونان رفض يسمع صوت الله. لو نرجع إلى السبط اللي جاء من عنده يونان، إذا نرجع إلى السبط نشوف إنه يونان كان من سبط زبولون. زبولون أوكي، يقول الكتاب إنه سبط زبولون أهان نفسه حتى الموت زين على رواب الحقل. لاحظوا الجد الأول زبولون ضحى، قل ضحى، بحياته، ضحى بنفسه حتى الموت. بعدين جاء منه، جاء الحفيد. منه الحفيد؟ يونان. والله يقول له يونان قم روح نينوى، يونان يهرب من وجه الرب. الجد اشتغل شغل روحي عظيم جدا جدا، لكن الحفيد يهرب من وجه الرب. تعرفون وانا بدي اقرا هذه القصه اشوف في قصه يونان تشبه قصتنا حاليا، انه ابائنا واجدادنا قصروا انه يزرعون الايمان الصحيح بينا. ابائنا واجدادنا قصروا ان يزرعون الايمان الصحيح بينا. لاحظوا في قصه يونان يبدو انه التضحيه اللي قدمها زبلون ما اثرت كثير في حياه يونان. ليش؟ شلون نعرف انه ما اثرت؟ لانه يونان فكر تفكير شخصي، فكر تفكير شخصي في نفسه بس. انا شعلي اروح نينوى، انا اولا عبراني، دولي اصلا اعدائي، دولي اصلا يعني دمروا اورشليم، انا دولي اعداء، ليش اكلمهم بكلمه الله؟ لكن شوف انه بسبب قرار يونان الغلط وعصيانه صارت أربعة أشياء. بسبب عصيان يونان صارت أربع أشياء، وهذه الأربع نتائج العصيان هي تمثل أربع صور للعالم الموجودة حوالينا في كل مكان اللي هسه راح نشوفها. أول صورة للعالم الموجود حوالينا هو عالم مضطرب. قلوا ليمك العالم حولنا شنو بينه؟ عالم مضطرب. أوكي، في هذا الأربعة يقول فأرسل الرب ريحا شديدا إلى البحر فحدث نوء عظيم. عالم مضطرب، بين قوسين ريح شديدة ونوء عظيم. النوء رمز يعني النوء يعني مثل الدوامة اللي تحصل اللي تلف اللي تلف اللي تلف. إذا واحد دي يسبح حتى لو سباح تأخذه تاخذوا لي جوا. اوكي، صوره لشنو الدوامه؟ النوع. صوره للتعب، صوره للاضطراب، صوره للتشويش. لاحظوا يونان بسبب صعوده الى السفينه الله صنع اضطراب في كل البحر. ومرات نحن بسبب قراراتنا الخطا نكون سبب اضطراب للناس حوالينا، صح ولا لا؟ أريد أسأل سؤال، هل في بيتك، هل في بيتك، هل مع أصدقائك، هل في شغلك، هل وجودك يسبب سلام؟ هل أنت مصدر سلام؟ هل أنت مصدر راحة استقرار للي حولك، أو سبب تعب وإرهاق ونوع؟ تعرفون يمكن هذا العدد يشير إلى أشخاص موجودين في هذا المكان، عايشين في تعب، أشخاص عايشين في إرهاق، أشخاص عايشين في تشويش، أشخاص ما عندهم هدف، أشخاص ما يعرفون شنو هو الطريق الصحيح. لكن أيضا ثاني نتيجة للعصيان واللي هي صورة من صور العالم اليوم، وعالم محطم، عالم مضطرب وعالم محطم. السفينة تنكسر، في عدد أربعة يقول حتى كادت السفينة شو يصير بها؟ تنكسر. لاحظوا تأثير وجود يونان في السفينة، السفينة في حالة أول شيء عدم استقرار، ثانيا معرضة للكسر. تعرفون يمكن أكو أشخاص في هذا المكان حياتهم في حالة
تقلقل واضطراب، وحياتهم بيتهم يكاد ينكسر، بالضبط مثل صورة السفينة. تعرفون ياما مرات كنا المفروض نكون سبب بركة للناس حولنا، لكن كنا سبب تعب، كنا سبب عدم استقرار لكثيرين. والسؤال اليوم، كم مرة كنت سبب استقرار للناس حولك، في بيتك، في شغلك؟ قم اذهب إلى نينوى. تعرفون نينوى ممكن تكون أي شيء آخر. نينوى ممكن تكون أي شيء الله يدعوك أن تغيره. لهذا اليوم أريدك تسأل نفسك، شنو نينوى اللي الله يدعوك أن تغيرها؟ أوكي؟ وبسبب عصيانك، بسبب عدم ذهابك، دي يحصل كل هذا الخراب، كل هذا التعب، كل هذا التشويش. لكن أيضا النتيجة الثالثة للعصيان، أولا عالم مضطرب، ثانيا عالم محطم، ثالثا الخوف، عالم خايف. في عدد 5 يقول: فخاف الملاحون وصرخوا. لاحظوا، يونان كان لازم يكون سبب سلام، إنه مؤمن، شخص مؤمن، كان لازم يكون سلام، سبب سلام، سبب راحة، سبب اطمئنان، لكن بدل من يكون سبب بركة صار شنو؟ صار لعنة. تعرفون في سفر التكوين نعرف قصة يوسف. يوسف بسبب وجود يوسف في بيت فوطيفار، الله بارك بيت فوطيفار. يقول الكتاب: وبارك الله بيت المصري بسبب منه، بسبب يوسف. قصة أخرى في أعمال الرسل، بولس كان راكب في سفينة والسفينة راح تغرق، لكن بسبب وجود بولس الله يعلن الحماية الإلهية. بولس يقف ويقول: ملاك الله ظهر لي، قال لي هذه الكلمات، قال لي: لن تكون هناك خسارة نفس واحدة في السفينة إلا السفينة. نفس واحدة، ما راح يكون أكو خسارة إلا السفينة. وكأنه بولس ده يقول: الله معي وأنا راح أكون سبب إنقاذ وبركة لجميعكم. بالضبط عكس منه، بالضبط عكس يونان. السفينة كانت تغرق، تنكسر بسبب يونان. سؤالي لك اليوم، هل أنت سبب بركة للناس حولك؟ في شغلك، في جامعتك، في بيتك، أم سبب تشويش وعدم استقرار وتعب؟ هل أنت قائد حكيم في البيت، بالشغل؟ فخاف الملاحون وصرخوا، هذه صورة من صور العالم حولنا، صورة واضحة جدا. الناس أحبائي، الناس خايفة في كل مكان، صح ولا لا؟ صح؟ أعطيكم أمثلة على الخوف. ناس خايفة من المستقبل، منو خايف من المستقبل؟ نصكم ترفعون إيديكم إذا مو كلكم، أوكي؟ منو خايف من المستقبل؟ منو خايف من المجهول؟ منو خايف من منو خايف من المرض؟ جديات، منو خايف من المرض؟ منو خايف من الموت؟ ماكو أحد، الكل ضامنين السماء. ناس خايفة من المجهول، ناس خايفة من المستقبل، ناس خايفة، أنا خايف من الانتخابات، بتتزور فدا أصلي. ناس خايفة في كل مكان. تعرفون الناس تخاف من أشياء تضحك، الناس تخاف من بزونة سودة تطلع لهم بالليل. أكو ناس تخاف تشوف حلم، قال لي أخاف أشوف حلم. مصادفين ناس من هالنوع؟ الناس تخاف تشوف ميت، مو بس تخاف تموت لكن تخاف تشوف ميت. ناس تخاف من الظلمة، 90% من الناس خايفة، وهذه الصورة من صور العالم حوالينا. لكن أيضا النتيجة الرابعة والأخيرة للعصيان
هي الخسارة في كل شيء. في عدد 5 يقول وطرحوا الأمتعة التي في السفينة في البحر. يعني طرحوا كل أغراضهم بالبحر. لاحظوا يونان كان سبب خسارة. قل سبب خسارة الأشخاص اللي عايش وياهم. تعرفون مرات نحن نكون سبب خسارة. مرات نحن نكون سبب خسارة للناس اللي حولنا. مرات نكون سبب خسارة مادية. بس مرات نكون سبب خسارة في الإيمان. مرات نكون سبب خسارة في الصحة. أبي يدخن جائر أولاده يتمرضون. أنت السبب بركة أو لعنة. لاحظوا هذه النقاط الأربعة هي صور العالم حوالينا في كل مكان. عالم مضطرب. ريح ونوء عظيم. السفينة ده تنكسر. عالم محطم. خوف. عالم خايف. خسارة في كل شيء. قل وأما يونان. قل وأما يونان. فكان قد نزل إلى جوف السفينة ليضطجع ونام نوما. نوما شنو؟ ثقيلا. أحبائي العالم حولنا تعبانين. صدقوني تعبانين جدا جدا جدا. ونحن نايمين. الناس حولنا دا تبكي. الناس حولنا دا تصرخ. الناس حولنا بحاجة إلى كلمة من الله. ونحن في نوم عميق. كل واحد نايم ممكن تصحينه. لاحظوا إذا نتخيل قصة يونان. سفينة دا تغرق. والناس دا تصرخ من دون وعي. تخيل سفينة بنص البحر دا تغرق. والناس دا تصرخ مرتبكة مضطربة في حالة خوف في حالة رعب. يونان المؤمن بين قوسين هو سبب المصيبة. واليوم يمكن انت نايم والعالم دا يصرخ اعبر الينا وعنا. تعرفون المشكلة الاكبر نشوفها لما نكون نحن المؤمنين نايمين والعالم الشرير برا حولنا يبلش يوبخنا. رئيس النوتية جاء سأل يونان قال له ما لك نائما؟ يعني بين قوسين ليش نايم؟ قم صلي اصرخ الى الهك. بين قوسين قم صلي. تصوروا العالم يقول لي قم صلي. لحظة اليوم اذا كانت هذه صورتك. اذا صورتك انه انت مضطرب. إذا أنت محطم. إذا اليوم أنت عايش بعيد عن الله. عايش في بعد عن الله. حياتك محطمة. حياتك مضطربة. حياتك بيها خوف. ربي قال لك اليوم أنا مهتم بك. حتى وإن كان يونان غير مهتم بك ونايم. حتى لو نحن ما كنا مهتمين بك. لكن الرب مهتم بك. أمين. اليوم مهما كان احتياجك اصرخ للرب. قل يا رب أنا محتاج لمسة من عندك تغير حياتي. أمين. ما لك نائما يا يونان؟ ما لك نائما؟ ليش أنت نايم؟ ليش أنت متكتف وما تسوي شيء؟ أنت شايف الناس دا تموت. الناس دا ترمي أغراضها بالبحر. تعرفون ليش؟ تعرفون ليش الناس كان دا ترمي أغراضها بالبحر؟ لأنه بس دا تريد تعيش. دا ترمي أغراضها بالبحر لأنه دا تريد تخفف السفينة حتى تطوف. شخص بس دا يريد يعيش. الناس دا تقول خذ كل شيء. أنا بس أريد أعيش.
وانا وانتو نايمين. تعرفون الناس لما تحس حياتها في خطر تبطل تفكر بالسيارة، تبطل تفكر بالرصيد بالبنك، تفكر يا رب خلصني، يا رب انقذني، يا رب اغفر خطاياي. خلينا أقلكم، إذا ترى راح تنتهي حياتنا بعد 5 دقائق شو نسوي؟ إذا اليوم راح يجي الرب بعد 5 دقائق شو نسوي؟ كلنا نسجد على ركبنا نتوب ونضوج أحد رأسا، صح ولا لا؟ ناس تصرخ إلى إلهها نحن نايمين. في عدد 8 سألونه الملاحين أسئلة بسرعة بسرعة أسئلة، قالوا له أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا. قبل ما يجاوب بعده يريد يجاوب، سألونه بعدين 5 أسئلة بسرعة، ما هو عملك؟ من أين أتيت؟ ما هي أرضك؟ من أي شعب أنت؟ 5 أسئلة. بقدر ما كانوا خايفين، بقدر ما كانوا يريدون أجوبة بسرعة. ما هو عملك؟ تعرفون كان هناك اعتقاد بالعالم الوثني انه لربما الشغل اللي تشتغل بينه هو سبب المصيبة اللي انت بيها. اليوم اريد اقول لك ممكن لربما العمل اللي تشتغل بينه والاشخاص اللي تشتغل وياهم هم سبب حياتك الروحية التعبانة، هم سبب الخسارة اللي انت تمر بيها لربما. لهذا مهم جدا لما تريد تشتغل في مكان معين انه تصلي يا رب هل هذا الشغل يمجد الله او لا. بعدين السؤال الثاني، من اين اتيت؟ مرات المكان اللي جلسنا بينه والمكان اللي طولنا بينه يكون سبب المشاكل اللي دنمر بها. سؤالي لك، كم مرة جلست مع ناس خطأ نسيت نفسك؟ كم مرة كنت في علاقة خطأ ونسيتي نفسك؟ ما هي أرضك؟ ومن أي شعب أنت؟ الأرض والعائلة، هل أنت متربي تربية زينة؟ ويوناني يجاوب على كل هذه الأسئلة الخمسة، يجاوب ويقول لهم أنا عبراني وأنا خائف من الرب، أنا هربان من الرب. وفي عدد 10 الملاحين قالوا ليونان، قالوا لماذا فعلت هذا؟ تصور العالم يجي يقول لك يعني ليش هربان من وجه الرب؟ ليش أنت معاندة لقصد الله؟ ناس وثنيين، ناس ما يعرفون الله، بس ميزوا ليش انت هربان من وجه إلهك. صوروا العالم الخاطئ، العالم الوثني قدر يميز ما بين الخير والشر. صوروا العالم اللي ما يعرفون الله ده يوبخني. تخيل عالم وثني يأنبني. لكن مع هذا شوفوا محبة ورحمة الله رغم عصياننا. قل رغم عصياننا. رغم عصياني أشعر على نفسك الله ما زال يبحث عنك في قمة ضعفنا، ما زال الله يريد أن يرجعنا إليه يستخدمنا. أمين. في اليوم إذا كنت هارب من الله، إذا كنت مبتعد عن الله، إذا كنت تسلك في الجسد، الله ما زال يبحث عنك، الله ما زال يدور عليك. قل الله ما زال يدور علي. الوزن اللي استلمته من الله في يوم الأيام الله راح يطالبك بيه، وراح يقول لك في يوم الأيام قدم حساب وكلتك. في عدد 11 الملاحين سألوا يونان سؤال، قالوا له أنت هربان من وجه الرب، ماذا نفعل؟ سألون هو ماذا نفعل ليسكن البحر عنا؟
فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم. يقول الكتاب انه حاول الرجال بالبداية انه يجدفون حتى يرجعون السفينة للبر، يعني حاولوا رغم انه عرفوا انه هو سبب المصيبة انه بسببهم راح يموتوا، حاولوا يرجعون السفينة للبر، لكن يقول الكتاب فلم يستطيعوا. وكأنه الرجال بكل مجهوداتهم حاولوا ينقذون يونان لكن فشلوا. ترى في اليوم اريد اقول لك شيء، اليوم اذا انت ما منتبه اصحى لهذه الكلمات، ما ممكن اسمعوني، ما ممكن، قل ما ممكن اي شخص يساعدك اذا انت كنت خارج خطة الله. ماكو احد يقدر يساعدك غير الرب هو نفسه وحده. امين. حاولوا يجدفون للبر، حاولوا ينقذون يونان لكن لم ينجحوا، ان كان عايش في تمرد وعصيان عن الرب. في عدد 17 يقول اما الرب فعد حوتا عظيما. لاحظوا رغم عصيان يونان للرب، رغم عدم اعتراف وتوبة يونان، رغم عناد يونان القلبي، إلا أنه الله يعطينه فرصة أن يتوب. تعرفون الله خلى يونان يبتلع حوت، هذه فرصة. الله قال لليونان أنا ما رح خليك تموت، أنا رح أحفظك في بطن الحوت 3 أيام حتى أعطيك فرصة تفكر. سؤالي لك اليوم، كم فرصة الله أعطاك إياها؟ كم واحد كان ويانا من قبل 4 سنوات؟ يعني مع النزوح جاء، كم واحد ودعنا خلال السنوات؟ صدقوني مرات كيفورك يجي يقول لي او احد من عندكم فلان راح مو سافر، راح الى ابدية، ما نعرف وين راح بس راح. كم فرصة؟ يمكن البعض من عندنا اليوم، يمكن الأسبوع الجاي أنا ما أكون موجود وياكم، يمكن أي واحد من عندنا ما يكون موجود الأسبوع الجاي. كم فرصة الله يعطيها إليك؟ كم فرصة الله أعطاها إليك؟ جزء أول فرصة كان هناك ريح ونوع عظيم، هذه فرصة، ظروف صعبة، هيجان، تشويش. ثاني فرصة سفينة تنكسر، حياتك، بيتك ده ينكسر، هذه فرصة حتى تتوب. خوف، هذه فرصة. خسارة شخص مهم، شخص من أقربائك، شريك حياتك رحل، فرصة. وبعدين جيلك حوت تبدي تصرخ، بس أقول لك هذه فرصة أنه ترجع لله. بعدين جالك قال لك ما لك نائما، قم استيقظ، قم اصرخ، قم صلي، قل أنا إنسان خاطئ، غيرني يا رب. تعرفون اكو فيلم ليونان في مدارس الاحد، يصورون يونان كرتون، يصورون يونان والملاحين شايلينه دي يطرحونه، وين دي يطرحونه؟ بالبحر. فشايلينه 2 رجلينه مدندلة، اول ما تطخ رجلينه بالماء لازمينه بعدم
نزلون رجلين بالماء البحر يهدأ. فشي قررون؟ قررون يطلعونه خطية، طلعونه. يبلش البحر يزداد اضطرابا. دخلونه يهدأ، طلعونه يضطرب. وكأنه اسمعوني، كأنه فرصة ليونان، فرصة ليونان. توب، اعترف خطيتك، طيع الله، روح نينوى. لكن شوف انه يونان ما تاب. لاحظوا نشوف كم انه الانسان عنيد، يريد يمشي برأيه حتى لو يعصي كلام الله نفسه. أخيرا الأشخاص الملاحين طرحوا يونان. الأشخاص الملاحين لما شافوا هذا، لما شافوا أنه البحر هدئ، يقول الكتاب ذبحوا ذبيحة للرب. كانوا وثنيين. ذبحوا ذبيحة يعني شنو؟ يعني قدموا عبادة للرب، هذا معنى تقديم الذبيحة. ونذروا نذور، مو بس قدموا عبادة لكن نذروا نذور، يعني قدموا وعد للرب. سريع تنتبهون، وثنيين، وثنيين، تابوا، عبدوا الله وقدموا وعود لله. لكن مؤمنين، مؤمنين ما زالوا هربانين بعيدين عن الله، ولربما أنت تكون واحد من عندهم اليوم. إذا أنت كنت الشخص الخاطئ، بإمكانك اليوم تكون شخص خاطئ مثل الناس الوثنيين، بإمكانك اليوم أن تتوب، ترجع إلى الله وتعبد الله، تكون من أولاد الله. واليوم إذا أنت كنت شخص مؤمن بس معاند، بس متمرد، هربان من وجه الله، بإمكانك اليوم أيضا أن ترجع وتخضع لمشيئة الله. بإمكانك اليوم أنه تخلي الله يستخدمك، تكون سبب بركة لمدن وبلاد بأكملها. أمين. ويمكن تبدأ اليوم من البيت اللي أنت عايش بينه، من الشارع اللي أنت عايش بينه، من المدرسة اللي أنت تدرس بيها، من الجامعة، من الشغل، من الأصدقاء. أمين. حباي الله دا يكلم أشخاص في هذا المكان برسالة شخصية. هل تجي وتقول له يا رب أنا اليوم ما أريد أكون مثل يونان، لكن يا رب أنا أريد أكون الشخص اللي أنت تريدني أن أكونه. أمين. خلينا نقف مع بعض ونصلي. لربما الحوت في حياتك فرصة. كم فرصة الله أعطاك إياها لحد هذا اليوم؟ كم فرصة أنه تجيله؟ كم فرصة للتوبة؟ كم فرصة أنه ترجع له؟ كم فرصة الله أعطاك إياها أنه توب؟ عنوان وعظ اليوم الحوت، فرصة يونان الأخيرة. فلان كان موجود قبل أسبوع أو أسبوعين لكن كرسينه فارغ.
لأنه خلص فرصته الأخيرة. حتى لو كان كحوت في حياتك، ظرف صعب في حياتك، نوء وريح عظيمة في حياتك، لو في حياتك اضطراب، لو في حياتك مخاوف، لو في حياتك صعوبات، لو في حياتك كأنه حياتك بيتك عندك مشكلة تنكسر، خسارات وراء خسارات، هذه فرص لله أن توب، أن تراجع نفسك. الملاحين لما واجهوا الموت هم تخلوا عن كل شيء. يا ريت كل واحد من عندنا لو يحسب نفسه أنه هذه هي الساعة الأخيرة من حياتي، أنه هذا هو اليوم الأخير، أنه هذه آخر فرصة الرب ليكلمني بينه أنه أرجع له. ما لك نائما؟ الرب يقول لك ما لك نائما؟ قم استيقظ، قم صلي، قم أصرخ إلى إلهك، قم توب، قل ارحمني، قل يا رب غيرني، قل أنا أحتاجك. لو أنت هذا الشخص البعيد، لو أنت هذا الشخص المبتعد عن الله، لو أنت هذا الشخص اللي ما تعرف وين راح تروح لما تنتهي حياتك، فرصة اليوم تقول له ارحمني أنا عبدك الخاطئ. فرصة اليوم، فرصة اليوم، ممكن آخر فرصة في حياتك، فرصة تقول له ارحمني أنا عبدك الخاطئ، أنا بين إيديك، أنا سلم حياتي بين إيديك. لو أنت هذا الشخص، لو أنت هذه الشخص، صلي هذه الصلاة وراي، قل له يا رب ارحمني، قل له أنا عبدك الخاطئ، ارحمني، اغفر خطاياي. قل يا رب أنا أشكرك لأجل موتك على الصليب من أجلي، أشكرك لأجل موتك وقيامتك من أجلي، أنا جاي أستقبل غفرانك، أنا جاي أقول لك طهرني، جاي أقول لك غسلني من خطاياي، طهرني كثيرا من إثمي، طهر قلبي، أعطيني قلب جديد، اسكن بروحك القدوس فيا. أشكرك لأنك أنت أخذت موتي وأعطيتني حياتك، أشكرك لأنك أنت أخذت نجستي وأعطيتني برك. قلوا تعال اسكن في قلبي إلى الأبد، قلوا يا روح الله القدوس تعال اسكن في قلبي إلى الأبد. لو أنت اليوم عايش في علاقة لا ترضي الله، لو أنت عايش في أماكن لا ترضي الله، اخرج من هذه الأماكن فورا. لو أنت عايشة في علاقة في الظلمة لا ترضي الله، اخرجي من هذه العلاقة فورا، اقطعي كل شيء من الماضي. رب ماد إيده إلك، رب ماد إيده حتى ينتشلك، حتى ينتشلك. من وجه الله تعيش طرقك وتعيش أحلامك وتعيش حياتك، رب ينادي عليك، رب ينادي عليك. ماكو أحلى من أن تعيش خطة الله لحياتك، ماكو أحلى أن تطيع صوت الله لحياتك. يمكن أنت عايش في إرهاق فكري أنه أنت عارف خارج الخطة، صوت الله واضح لحياتك لكن انت هربان. لكن اليوم الله يدعوك مرة أخرى أنه ترجع للدعوة مالتك. قلوا يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ قلوا يا رب أنا مستعد كل استعداد يا رب أن أخضع لمشيئتك، مستعد كل استعداد أن أخضع لمشيئتك.
يا رب شوفني النينوى اللي أنت تدعيني إليها، شوفني الشارع اللي أنت تريدني أروح له، شوفني المدينة اللي أنت تريدني أروح لها. يمكن قرقوش، يمكن كرمليس، يمكن بطنايا، يمكن نينوى العاصمة، يمكن الرب يريدك في البصرة، يمكن الرب يريدك في النجف، في كربلة، في ديالة. رب يدعوك، رب ينادي عليك، رب ينادي عليك. قل له يا رب شوفني نينوى اللي أنت تريدني أروح إلها. شوفني الشارع اللي أخدم فيه.
شق السماء شق السماء شق السماء شق السماء وانزل إلينا شق السماء. قل يا رب نطلب اللي في قلبك يا رب، تعال تمم مشيئتك تمم مشيئتك تمم مشيئتك 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 مشيئتك. مد إيديك 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 على بغداد المدينة العظيمة، مد إيديك على نينوى المدينة العظيمة، مد إيديك اشفق ارحم اشفق وارحم اشفق اشفق وارحم. الرب يمتى عفى عن نينوى؟ لما صلوا، لما ناحوا، لما بكوا، لما خلوا رماد. يقول الكتاب لما رأى أعمالهم، يعني مو مثل جماعتنا برا يسرقون ويصلون، لا يصلي ويعمل. فلما رأى الله أعمالهم، يعني راد يشوف توبة حقيقية، توبة قل توبة حقيقية. الله يريد يشوف توبة حقيقية في داخل قلبك. رب يريد قلبك، رب يريد قلبك، رب يريد يسلمه كل شيء. امين امين امين. هاليلويا. صوته صارخ في المجد، اعدوا طريق الرب. هو ده الرب بقوة،
ضمي ضمي وماتي في كنيستك من غيرهم الروح يضمي وماتي في كنيستك من غيرهم ناس عمدان وحجارة ومنارة إيمانهم عايزينك قل يا رب عايزينك صلي قل عايزينك اريدك محتاجينك انت املنا الوحيد انت رجانا الاكيد مد ايديك على بلدنا على كنايسنا مشتاقين لك عايشين لك ونموت ولا نريد غيرك يا رب بنموت يا رب ولا نهينك يا رب هاليلويا يا رب انا صلاتي اليوم يا رب انك انت تلمس يا رب كل نفس يا رب اليوم يا رب صل يا رب ان كان هناك ينام في وسطنا انك انت يا رب اليوم تحرره يا رب من ضعفه من خطيته من عبوديته يا رب نتفكه يا رب تحله يا رب صل اليوم يا رب يخرج من هذا المكان حر من العبودية حر من الخطية غير مستعبد ابن إلك يمتلك ميراثه اللي له في المسيح صلي يا رب تغطينه بدمك تحوطه بملائكتك تعينه يا رب انه يمشي كخادم كتلميذ كابن لك كان هناك يا رب ينام في وسط مهربان من صوتك يرجع لدعوته يرجع لقصدك لمشيئتك يا رب الإلهية في حياته اعطينه مسحة جديدة اعطينه غيرة جديدة اعطينه يا رب انتعاش جديد نهضة على حياته صلي قيادة في الروح القدس وصلي يا رب انه لا تخرج يا رب ما نخرج من هذا الاجتماع يا رب مثل ما دخلنا يا رب لكن يا رب تلمس كل واحد بمسحة بزيت جديد بخمر جديدة بفرح جديد بنهضة جديدة بانتعاش جديد يا رب صلي يا رب انه يا رب تحفظ بلدنا يا رب تحفظ يا رب الانتخابات يا رب تحفظ الايام الجاية يا رب صلي يا رب حماية على بيوتنا على ممتلكاتنا في خروجنا في دخولنا اولادنا ممتلكاتنا غطينا بدمك حوطنا بملائكتك يا رب صلي يا رب غنى وكرامة ومجد ورفع على كل شعبك يا رب الماثل أمامك في اسم الرب يسوع وكل شعب الرب يقول معي آمين ثم آمين.